فرشوا البيت وطلعوا فلوس رشوة وسحبوه على القاسم. رشوة؟ أنا أبويا مرتشي، مش ممكن أبويا يعمل كده. اهدى كمال اهدى. اهدى إزاي؟ أبويا في السن ده ويتبهدل يا جدعان. مفيش أحسن من الشغل الحر، لا حد يقول لك رشوة ولا يحزنون، ربنا يخلي لنا السباكة. اتنيل على عينك، احكي لنا إيه الحكاية بالظبط يا نهار. معرفش، عمتي سألت في القاسم، قالوا لها اللي قبضوا عليه واللي بلغ عنه واحد اسمه حلاوة العنتابي. معرفش حاجة أبدا يا كمال. والله العظيم معرفش حاجة يا كمال. ده لازم اعرف ان واحده ابوها بالشكل ده ما جيش منها غير البلاوي. كمان ما اعرفش حاجه. اتفضل امشي. لو ما كنتش واحده سيد كنت عرفت اتعامل معاك كويس. يلا. يلا بينا على القسم. يلا بينا. خليك انت يا دنداني. على اخر الزمن نترمي مع الحراميه والنشالين. حقك عليا يا بابا. كل اللي حصلك ده من تحت راسنا. انا عارف انت ايه منه كويس. لا يا ابني مالكش دعوه انت بيه، ابعد عنه. تضيعنا انا، انت اخواتك محتاجين لك. ما تشيلش هم، انا هقوم لك اكبر محامي وهتطلع منها باذن الله. اتفضل يا عبد الصمد افندي، لقمه كده على قد الحال. كفتك. كتر خيرك يا انهار. شده وتزول يا عبد الصمد افندي. احنا لازم نكسر رقبة الراجل اللي اسمه حلاوة ده. هنقدر عليه خميس؟ نقدر عليه وعلى اللي خلفوه. المهم دلوقتي نروح نشوف اخواتي وبعدين نبقى نقوم محامي. يلا بينا. يلا يلا يا نهار. يلا يلا يا ابدع بنت خالف الدنيا. يلا يا اختي. بابا بابا بابا. ايه ايه مين مين؟ ايه اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ كارثة مصيبة. أمموا اللحمة؟ لحمة ايه بس اللي اتأممت؟ أمال ايه؟ المحلات اتحرقت؟ البهايم ماتت؟ لا مفيش اي حاجه من دي حصلت. خلاص يا ستي مادام انا وانت بخير الدنيا وما فيها. حتى لو اذينا الناس؟ ناس مين اللي اذيناهم؟ عبد الصمد افندي. ده حرامي. مش ممكن يا بابا. يعني انا هتبلى عليه؟ ده مرتشي ولازم يتقدم. الحمد لله اللي ربنا كشفهم على حياتهم قبل ما كنا نتورط معاهم. انا شخصيا ما كانش عندي مانع، انما يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي ابدا. يبقى خلاص انا اللي حرامي وانا اللي كذاب. يوه يا بابا. اسمع يا نورة يا بنتي، ارمي الناس دول من ورا ظهرك، ارميهم نهائي. اسفة اسفة يا بابا. نورة نورة. يعني رأي حضرتك يا متر ان عبد الصمد افندي رايح في داهيه؟ رايح في داهيه. داهيه ايه انت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، انما مفيش حاجه مستحيل. احنا مستعدين ندفع من جنيه الالف. ما تتفشخرش قوي كده. على كل حال ربنا يسهل، احنا هناخد 2000 جنيه، 1000 مقدم و1000 بعد البراءه ان شاء الله. طيب طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استأذن احنا بقى. مع السلامه. شكرا يا متر. مع السلامه. انا مش ممكن اسلم قضيه ابويا الا لمحامي كبير. ما انت عارف يا كمال العين بصيره وريد قصيره. معلش انا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. يا نعم. انا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اللي اسمه حلاوه العنتابلي ده، تعرف دكاكينه فين؟ قد ايه؟ بيعمل ايه بالظبط؟ حاجات زي كده. انا هشمشملك عليه فشل الكلب. هو انت بتفكر في ايه بالظبط؟ اسمع خميس، احسن طريقه للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه وادي الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا خميس. بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ اه. هي الساعه تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور. ما خلاص يا عم. خلاص. طب ثانية واحدة بقى، حمامة واجيبك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متأكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتابلي الست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي. انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. لا
امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. وسع وصلح على النبي، وسع 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 على النبي. اللي فاتش تفتح، تعال تعال طلع فين. طلع على الدكتور. اللحمه دي مذبوحه في الشفخات، في الخشفات، في السلخانه. ايوه بيه. فين رخص المحل؟ هي بيه رخصه. حاضر. هي بتاعت البيه. شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالاحمر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد بنفسك يا دكتور. الله، عندك محضر ذبح خارج السلخانه. ها، خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. جايبين معايا بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم اخد على دماغه. وحين هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه. انت واقف عندك كده ليه؟ هاتنا عينه من اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلع يا حضر الظابط. انت بتفرق لي ليه؟ مش قلت يا بيه. حط له خلع. ومش قلت ليه؟ افتح شوط. خلص. اوكي يا عصابس. اوكي يا دكتور. كله تمام. كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. حسب العينة. خدوها في العضل. خدنا كم الدرج؟ 701 702 703 704. كويس. يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوريله العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيب يا دكتور. طب عال، تبقى الخبطه الجايه جاهزه. وراك الزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين، لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخلوا علينا احنا مظبوطه يا معلم. معلش بكره بيسي جايبهم يا معلم. مبغور من وشي. بوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. الله يعينك. انا عندي بلاغ ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل. ورقه وقلم اهو، اكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك ما تتاكد من جديه البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع.